شكرا لك أسامة. تحدى شباب سعوديون الإعاقة على طريقتهم الخاصة، موجهين في الوقت ذاته رسالة إلى المجتمع بأن الإعاقة لا تقف عائقا أمام الطموح والإرادة. فريق طموح وتحدي التطوع يتكون من 4 شبان من ذوي الإعاقة الحركية حولوها إلى موهبة استعراضية. الفريق يعد أول مجموعة تطوعية واستعراضية من ذوي الإعاقة الحركية في السعودية، كما أنه أول فريق يتم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة في المملكة. في رصيد الفريق العديد من المشاركات والعروض في متنزهات في منطقة حائل والمهرجانات الموسمية والمجمعات التجارية وعدد من أندية الأحياء في المدارس، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات المصاحبة لدورة الألعاب الخليجية في الواجهة البحرية بالخبر. وينضم إلينا من الرياض المدير التنفيذي لفريق طموح وتحدي فواز التميمي. أهلا بك سيدة فواز. بداية لو تحدثنا أكثر عن هذا الفريق، كيف بدأت فكرته، وتحدثنا أكثر عن أعضاء الفريق. اهلا، صباح الخير. يسعدني تواجد معكم اليوم. طبعا بالبدايه اتمنى الشفاء لزميلي واخي عبد الله الريشان قائد الفريق، لولا الظروف الصحيه لكان متواجد معنا اليوم. طبعا نشا الفريق في مدينه حائل كفكره، هي من 4 شباب رسالتهم الاسمى هي ان ذوي الاعاقه قادرين على العطاء، قادرين على الابداع، قادرين على خدمة المجتمع، قادرين على أن غير الصورة الذهنية الموجودة لدى المجتمع. ماذا تقدمون فواز؟ في البداية كفكرة إنشاء الفريق كان الهدف منها تطوعي، مشاركة في تنظيم المناسبات والمهرجانات المحلية كنوع من تغيير الصورة الذهنية أو تطوير الذات أو تحقيق الذات عفوا. تطور الأمر إلى يكون أنه استعراضي وفي أمور خطرة جدا باستخدام الكراسي المتحركة، وأيضا توجيه رسائل أخرى للمجتمع أنه مهما كان أنه الإعاقة ليست عائق، بالعكس ممكن تكون طموح أكبر منها عائق. لو تحدثنا قليلا أكثر سيد فواز عن أعضاء الفريق، من هم، خلفيتهم، حياتهم، وكيف يضعون ربما أو ينفذون هذه الفكرة، تحديدا العروض الاستعراضية ليست سهلة. بتأسيس الفريق طبعا كان عدد الأعضاء 4، طبعا كلنا الحمد لله موظفين في القطاع الحكومي، يعني حتى انه الرساله تكون قويه انه حتى احنا متواجدين يعني وفي وظيفه حكوميه لسنا عاطلين عن العمل، وهذه رساله بعد اخرى. ايضا رساله ثانيه للمجتمع نفسه، اتاحه الفرصه والدعم، رساله اخرى الى المسؤولين انفسهم باتاحه الفرصه ومشاركه ذوي الاعاقه مجالات الحياة، رسالة إلى المعاقين أنفسهم أنه مهما بلغت بهم الإعاقة لابد من التغيير، لابد من تطوير الذات. مجرد جلوسك في البيت أو أنك تنعزل عن المجتمع هذا خطأ. يعني هي الفريق يحمل عدة رسائل كثيرة. وهل تقومون بنشر هذه الرسائل فواز عن طريق ليس فقط الاستعراض، هل تقومون ببناء جسور التواصل مع المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة؟ هل تقومون بزيارة تلك المؤسسات؟ هل هناك تواصل مع ذوي الإعاقة الحركية وغيرها من أنواع الإعاقة لربما إلهامهم كما تتفضل فواز؟ نعم صحيح، نقوم بزيارة بعض مراكز اللواء لإيواء المعاقين كالتأهيل الشامل مثلا، الجمعيات المعنية بالإعاقة، أندية الأحياء في المدارس لعلها تكون هي أبلغ صورة تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع. أيضا زيارة بعض المعاقين خصوصا حديثي الإصابة في منازلهم، لأنه عارفين أنه بعد الإصابة بتكون الحالة النفسية سيئة جدا، فإحنا بنحاول أنه بالإضافة إلى العلاج التأهيلي اللي تقدم في المستشفيات ومراكز التأهيل نقدم شيء يعني بسيط لأخواننا خصوصا المصابين حديثي الإصابة، أنه العزلة ليست حل. طيب
سيد فواز، كيف تقبل المجتمع السعودي هذا الفريق وما يقوم به؟ هل كان هناك ربما إقبال أكثر من غيره على هذا الفريق؟ في بداية إنشاء الفريق وجد كل الدعم الحمد لله من بعض الجهات المعنية ومن بعض رجال الأعمال أو المهتمين بهذا الأمر كالأستاذ رائد الحميد والإعلامي أحمد العواد سفير الفريق حاليا سفير الإعلامي، أيضا الأستاذ ماجد المانع مدير إدارة خدمة المجتمع. وجدنا دعم في البداية لنواصل العمل أو نواصل النتاج أو نواصل الطموح اللي احنا نسعى له. ليست في البداية صحيح أنه فيه عقوبات فيه عفوا عراقيل، لكن مع مرور الوقت تغيرت الصورة وصار في اعتماد على ذوي الإعاقة. فمثلا هيئة السياحة مشكورة جزاها الله خير ممثلة بالأستاذ ماجد الجبرين كلفتنا بهم تنظيم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ووجد صدى كبير أنه أشخاص من ذوي الإعاقة لديهم القدرة على مثل هذا العمل. فالحمد لله احنا قادرين على تقديم المزيد اكثر واكثر متى ما وجدنا الدعم او وجدنا او زرعت يعني وجدنا الثقه كامله في فينا وذللت كافه الصعوبات. طيب سيد فواز، تحدثت بان كانت هناك تحديات واجهت الفريق في بدايه المشوار، ولكن الان هل تغلبتم على هذه التحديات وما نوع التحديات التي يواجهها الفريق الان؟ طبعا أي طريق فيه عقوبات، لكن هي تذللت أكثر العقوبات. لعل الفريق هي أكبر عائق موجود للفريق اللي هو الدعم المادي حاليا. فالفريق قائم على جهود ذاتية إلا بدعم من بعض أو من عدد لا يتجاوز أصابع اليد من بعض الشخصيات اللي مهتمة في الفريق. من الواضح أستاذ فواز بأنه من اسم الفريق طموح وتحدي أنه مستمر حتى يصل إلى شيء ما، حتى يصل إلى هدف ما. ما هي الخطوة المقبلة؟ يعني الاستعراضات ستستمر أكيد، ولكن هناك المرحلة التالية فواز، إلى أين تسعون للوصول؟ طبعا الهدف الأكبر اللي هو تغيير الصورة الذهنية، الاعتماد على ذوي الإعاقة كعنصر منتج في المجتمع. هذا أكبر أهداف الفريق بغض النظر عن الاستعراضات والأمور الأخرى. مجرد وجود الشخص ذوي الإعاقة في مكان أو في مناسبة محلية كشخص منظم أو كشخص مسؤول في هذا المكان، هذا يعطي انطباع جيد وانطباع أكثر من جيد بالنسبة للمجتمع أنه في نتاج. والدليل على ذلك مثل ما ذكرت احتفالات اليوم الوطني. طيب سيد فواز، هل لديكم أي خطط ربما ومشاريع أفكار بالخروج بالفريق والاستعراض خارج حدود المملكة لإلهام من خارج المملكة؟ هل هناك فرق أخرى أيضا يعني لا نعلم إن كان هناك فرق أخرى تواصل في دول محيطة أخرى لبناء جسور تواصل فواز؟ بإذن الله أكيد نطمح نكون يعني تعدى حدود الوطن إلى دول الخليج الدول العربية وإلى العالم أيضا. مجرد جلوس على الكرسي ليس معناته أني أنا أغلق في إطار الكرسي، بالعكس بالعكس تماما. أنا نسيت أنه أذكر أنه إحنا شاركنا في الأوبريت الخاص في احتفالات العيد في منطقة حائل أمام سيدي صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن أمير المنطقة. الفكرة أو المشاركة كانت بعيد عن الإعاقة، كانت في التمثيل في مشاهد قديمة أو المجتمع الحائلي القديم قبل تقريبا 45 سنة. فهذا يعني يوجه رسالة أنه الشخص هذا مش يعني جلوسه على الكرسي خلاص راح يكون في إطار الإعاقة، لا. أيضا إحنا نستعد حاليا لتسجيل شيلة أو أنشودة خاصة بالفريق يعني بأصواتنا إحنا أعضاء الفريق. فهذا يعني يخلينا يعني نخرج عن إطار الإعاقة أو الجلوس على الكرسي.
شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لفريق طموح وتحدي فواز التميمي، كنت معنا مباشرة من الرياض.